الآن تفضل الشيخ أبو علي حسين يلقى كلمتي فضلك فضلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كل اللي حضرتك وكل اللي حضرتك كل اللي حضرتك وكل اللي حضرتك تفضل. بالنسبة لنا كالمعتاد في هذا المقام الشريف مقام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى نعرف عظمة صاحب هذا المقام الشريف، هذا سيد الدنيا والآخرة، هذا سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومرجعنا في البلد والمجتمع المعروف والطائفة جمعاء والكون أجمع. لذلك صاحب المعجزات والقوة والقوة المشهور عنه في كل الأديان خاصة عنه. إذا كان كمان المؤمن للمحرقة إلى آخره. لذلك نحن في اسم هذا المقام في يعني تبعية حضراتكم نرى من الموافق الدوام المحبة والأمانة والإخلاص والخدمة والتسامح والتضامن جمع الفرق، لو في ألف ولا ألفات يد واحدة، وجربنا كل التجارب ما لقينا أحسن من الوفاق والتسامح. قصة سيدنا يسوع الصديق عليه السلام أعظم قصة في العالم، سامع أخوته أبو يوسف قرر امبارح في الخلفة التسامح نحن بنا التسامح وبنا الإخاء بنا التفاهم والتضامن على طول الخط. وبما يختص في الأمور الحساسة فيما بعد لا بأس إنه مشايخنا الكرام كنت تبعيتهم في اتخاذ المواقف والقرارات الإيجابية لكل شيء يخصنا في البلد، دين والدنيا ودنيا ودين اسمه هذا المنطلق مع التفاهم وبالتي هي أحسن. تلاقوا في هذاك الوقت اللي ممكن تجتمعوا فيه بالتي هي أحسن، تفاهم وإخاء وتضامن في كل مجالات شبابنا في البلد. دكاكين مش دكاكين، انحراف سلبي إيجابي، بدنا كل خط واحد إن شاء الله في التعاون في سلسلة أبو إبراهيم عليه السلام والنبي شعيب والخمسة سلموا عليهم، إنه كمان تتوثقوا فيما بعد في التفاهم واتخاذ القرارات الإيجابية كله للمصلحة العامة لمصلحة البلد كلها دين ودنيا وإلى آخره. نحن خلينا نكون خدم لكل أفراد بلدنا وأبناء مجتمعنا الكريم وطائفتنا، طائفتنا مخصوصة في السر الرباني الوجود والخمس حدود اختصاص عن كل الطوائف والأمم والملل. ذكروا عن السويدة عاصمة الجبل إنه كل المدن يعني أصيبت إلا محافظة السويدة بقت على حالها، هاي الرعي صالح. نحن بدنا هذا التضامن هنا وهناك وهناك، يد واحد وقلب واحد وهدف واحد، وإن شاء الله كل عام أنتم حضرتكم بألف خير.